متابعينا ومشاهدينا في قناة الموصلة الفضائية، حلقة جديدة من برنامج مهن وحرف، وأكيد راح نسلط الضوء على مهنة وحرفة جديدة. اليوم احنا موجودين في منطقة النبي يونس، راح نحكي على مهنة الصايد. كلتنا نتذكر أيام قبل كانوا أمهاتنا أو أجدادنا يقولون الذهب زينة وخزينة، يعني بين قوسين ما تخسر تجارته. راح نحكي على تفاصيل صناعة وصياغة قوالب الذهب، وأكيد نحكي على تفاصيل هذه المهنة وأشون بدت من بدايتها لنهايتها. لكن بعد ما ناخذ هذا الفاصل خليكم معنا متابعينا. كان يضربون المثل بصياغ الموصل فيما يخص الشغل والنقشات والتفاصيل والمصداقية، وحتى كان اكو مثل يقول لك يابا هذا ميزان ابن خروفة، يعني الذهب عنده على الحباي. اهل الموصل كانوا اذا يريدون يتزوجون يروحون على سوق الصياغ اللي للاسف هو مدمر حاليا وما بينه الا شكم محل. سوق الصياغ اللي كان يعجب الحركة وكثير من الناس يتجمعون حتى يشتغلون خاتم الخطوبة، ويجون يحكون على تفاصيل الذهب وش كم مثقال، ومن بعدها يتفقون على النقشات اللي موجودة بينه والقردانة والمنتشي وكثير من هاي الأمور الجميلة. لكن هاليوم نغشع أكو ذهب مستورد. راح نحكي عن مهنة الصايغ ونحكي عن تفاصيل الصياغ بحلقتنا لهذا اليوم، لكن بعد هذا الفاصل. أكيد مكملين حلقتنا عن مهنة الصايغ، واليوم احنا في منطقة النبي يونس عم نحكي عن صياغ منطقة النبي يونس اللي يمكن كثير من الناس يتعنولهم ويجون يحكون على تفاصيل الشغل مالتهم. السلام عليكم. شلونك؟ يا مرحبا. الله يستر عليك. اليوم احنا عم نحكي عن مهنة جميلة جدا، وبنفس الوقت هي مهنة للملوك، احنا نسميها مهنة الصياغ. تمام. ايش قصار لك تشتغل بهاي الشغلاي؟ واحكي لي ايش تعرف معلومات تاريخية عن هاي الصنعة؟ أول شيء نحن من سنة 1944 سوق الصياغ. نعم. والدي من سنة 1944 كان اسمه محمود الحامد. محمود الحامد. محمود الحامد. نعم. بسوق الصياغ بالأيمن يعني. أي نعم. أي نعم. أي نعم. أول من نزل بالصياغة مع محمد القاسم، هو كان زوج أخت والدي. نعم. نعم الله عليك. اشتغل عنده تقريبا سنتين وبطل، راح اشتغل عند يحيى البغدادلي. يحيى البغدادلي هم انسان هم معروف والله يرحمه وجاوز عنه ان شاء الله. هم تقريبا سنتين اشتغل عند يحيى، كسب المهنه من يحيى البغدادلي. راح بطل اشتغل عند محمود الحاج ذنون. هذا هم كان استاذ والدي. اشتغل عند محمود الحاج ذنون تقريبا 12 سنه. اكتسب المهنه الصياغه بحرفية 100%. نعم. نعم الله عليك.
واما بخصوص الصياغ هو تاريخ الصياغ يعني من قدومة الايمن هي سوق صياغ. من اللي بلش بيها؟ من اللي اشتغل بيها؟ يعني حسب معلوماتك انت. لا لا لا، والدي هو من جيل الثالث يعني من الصاغة. نعم. الجيل الاول منو؟ الجيل الاول يعني معروفه هي بالعالم كله اليهود. اليهود هي اول ناس اشتغلوا هاي نعم المهنه. اي نعم اي نعم. كانوا وين؟ بأي مناطق؟ بالمناطق الفاروق وما فاروق لو ايوه مش منطقه اسمها منطقه، مو شرط يعني الا منطقه اليهود هي بالفاروق. نعم. لا مشكلين، الناس كانوا من الاغنياء مال العراق. نعم. من الاغنياء مال يعني عامه من اهل الموصل. نعم. اما منطقه اليهود يعني هم بيها يهود بس ما اكثر صياغ يعني. نعم. هي كانت هاي صنعتهم بالبدايه. صناعة الذهب عالميا هم اليهود. هي يهود يعني بكل انحاء العالم. اليهود هم مؤسسين الذهب. طيب ومن بعده منو تعلم؟ دخلوا مع اليهود هم اخواننا الصابه وما زال موجودين يعني الصبه عندنا بالعراق خصوصا عندنا موجودين في كركوك وموجودين في بربيل وموجودين في بغداد. جنوب أمينة ايضا موجودين. بالجنوب هم موجودين. نعم. بس اكثر صح حاضر على ما اظن هيتحولون على اربيل. نعم. زين. المسيحيين ايضا يشتغلوا على هاي الشغله هون بالموصل وتعلموها. نعم. نعم. وما زالوا الصياغ يعني هم ناس قدماء هم ناس مسيحيين واخواننا مسيحيين ومصارعهم. نعم. زين انت تعلمت من الوالد الشغله مالتك؟ اكيد تعلمته من والدي هاي الشغله. ايش وقت كان عمرك من نزلت اول مثل ما يقولون؟ يعني تقريبا انا 38 سنه 39 سنه انا صايغ. اي نعم. تشتغل بيدك؟ يعني بديت تشتغل بيدك؟ اي نعم اي نعم اي نعم اي نعم. نحن كنا مختصين بذاك الوقت مختصين بالسبح السبع الاحجار. من الحجر الحمراء. سبحات يسموهم مسابح. نعم. كنا مختصين عليها بذاك الوقت الصياغ. كانوا يصندقون السره حجز عم بالشهر نعملهم 33 الى 36 وحده بالشهر. بالشهر الواحد. بالشهر. يصندقون الصياغ نعملهم من 33 الى 36 مسبحه. ويخفين السره علينا. وذاك الوقت كان الحجر الياقوت ومع الاحجار اللولو. كان كله وزن. اللولو والياقوت كان اغلى من الذهب. هسه اللولو والياقوت ما حدا يعترف فيهم. ما حدا يعترف فيهم، لان كان على هالقبل كانت احجار الكريمه شويه غاليه. غاليه جدا 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 غاليه. زين، هسه حاليا المهنه مالتكم محافظه على رونقها، محافظه على تفاصيلها، اكو ناس يشتغلون ذهب عراقي. ما ممكن نحن اهل الموصل عامه نستغني عن الحرفيين العراقي المواصله. نعم. ما ممكن نستغنى عنهم ولا احنا نستغنى عنهم بحياتنا. من خيره الصياغ يعني كان يحكم بها العالم من خيره الصياغ هم بالعراق كان اهل الموصل. يعني كنا اهل الموصل نصدر المحافظات كلها الذهب مالتهم الحرفيين مالنا. من ناحيه الشغل والنقش والشغلات قصدك؟ كل النواحي. نعم. كل النواحي. والذهب اللي ذهب دقيقه مرات نسال بعض المصطلحات او نسمعها يقول لك ذهب عيار 21 ذهب عيار 24 هذه هم يعني نريد نعرف معلومات عنه ايش معناته يعني اكو ذهب مخلوط مثلا؟ هاي خش تفاصيل راح تفوتني بها شيء بعمق. نعم الله عليك. ما هي متايق راح تفوتني بها بعمق. هاي قصه الذهب عيار 21 هو معروف كان اهل ايام والدي يشتغلوا كله عيار 21 او 22. نعم الله عليك. او 21 او 22 وبعدين دخلوا عيار 18 ودخلوا عيار 16 يا عيار 14 عيار 12 بس كان تحت امر المؤسسه العراقيه. ما ينباع الذهب اذا ما مختوم. الحكومه العراقيه كانت تختم من 12 الى 22 تسمح بينه. وما زال عندنا احنا دفاتر وقدماء بقت عبد الكريم قاسم عندنا دفاتر تاريخيه. نعم. من ذاك الوقت عندنا سنه 1977 وزعونا دفاتر العياقات وختم. كل التفاصيل كانت الحكومة تأخذها. كل لازم التفاصيل كل الحكومة تعطينا هي. والحكومة دائما عينها علينا كانت تراقبنا. وأما بخصوص الذهب عيار 21 والعيار 24 هو يجي قوالب أو نحن نسمينه المصطلح الموصل الغمل. عيار 24 هذا الخام. بعدين نحن نعيقه منه عيار 24 على 21. بعض الدخلاء ولا بعض الناس ضعيفين الأنفس قاعد يعيقون اقل من 21 وعيارون بعد اقل من 21 ويبيع. ها يعني هذا يعتبر غش انه يجي يقول لك هذا عيار 21 وهو يبيعه احتمال 18 او 14. اكيد اكيد يكتبوا خاصه يعني ايش يكتب بالدفتر الوصول ما يكتب عيار ايش يكتب ذهب عراقي.
ذهب عراقي زي الاعف، هو الذهب واحد سواء بالعراق ولا سواء باوروبا ولا سواء بامريكا، هو الذهب واحد. بس كميه الخلط بالنسبه لهذا كميه الخلط هوني هيخافون الذهب هيخافون سلعه لها الموصل. هو بيش يخلطوا؟ انا اهم هو شغلتين يخلط بينهم، قسم من ابهاتنا القدماء يشترون بالفضه يخلطون مع الذهب الخام، يعيغون الذهب بالفضه بعدين دخلوا عليهم النحاس، النحاس النقي. نعم اي نعم نعم الله عليك. اللي بيور اللي هو مثل ما يقولون ما ينطي تغيير لوني وكذا، لا النحاس ينطي جماليه اكثر. حلو لمعان وشغلات يعطي لونه احلى على لون برتقالي. الفضه تعطي على بياضات. على بياضات. زين احكي لي هسه انت كصاير بدايه شغلك، من تجي تشتغل القطعه ايش راح تعمل؟ تجيب القطعه الخام خلينا نقول الذهب او الغمل، وبعدين ايش راح تتشكل عندك؟ اجيب العياغ 24، اجيب عياغ 24 اوزن اكيد بالميزان، لازم اعرف كم غرام بالضبط. وارجع على هذا الاسناد عايغه عياغ. العياغ من النحاس حسب الوزن وحسب كميه النحاس نطلع اكثر من عياغ بعض الصيا يعرفون لازم نطلع من 1875 وفوق مو تحت. ونوبات يعني تشطح بيد الله هاي تطلع 73 72 هم جيد جيد وما بينه غش عند رب العالمين. والبعد الخطوه اللي بعدها ايش؟ تختار الموديل او تختار النقش مالتك عفوا تختار نعم. الموديل وتختار النقش مالتك خلينا نقول اكيد اكيد بعد عند هون يدخل تحت الموع الذهب راح نسميه السبك. السبك الذهب هاي بودقه ونطلعها كحديد هالشكل طويل يعني. وقت نحن نختار القوالب ايش نعمل؟ اكوش عندنا غيزك نريد صبه عريضه بلا جافي صبه عريضه، ونريد صبه مثل شغاليته لا ينصبها هاي المساله على حجم الشغل نعمله بينه. هاي ندخلها بعد على المحلجي نريد نعمل زناجي لازم ندخلها اخر باب من المحلجي نعمل زناجي حسب الوزن اللي نريده نحن. طيب. واما اكوش قوالب كنا قبل نشتغل كله قوالب بالايد قص وكله بالايد. اليوم الذهب خلينا نقول الجاهز اللي هو الخليجي هو اللي مسيطر على السوق، لو اكو ذهب عراقي والعالم يرتادون ويشتغلون لان يقلك شغل الايد ماكو منه. بعض الناس لا ترغب ذهب عراقي ما زال، من بعض الصياغ كوش معينين ما نداغوا لا يمين ولا يسار ظلوا يقلك هذا شغل ايدي انا هذا شغل سنين. ايدي يعني انا هذا شغل والدي اعتز بينه، هذا جدا جدا اعتز بينه. نعم. وما ممكن يفرط على هذا الشغل زائد عندنا المنتشي هاي يمكن من حياه والدك تعرفه والدتك تعرفه المنتشي. نعم. نعم. هم ما نستغنى عنه بعد سنين ما نستغنى عنه. نعم. عندك الانفرادات ذي السمكي هم ما نستغنى عنه، عندك الانفرادات البغم البغم التيل الصمت هم ما نستغنى عنه. هاي شغل ايدكم انتم ما تستوردوه ولا ايش ما يعمل؟ هذا حصريا شغله داخل محلنا ما نطلعه. ونحن على فكره يعني عندنا قابليه نشتغل من نبغاه ايد جاكيت من ذهب عندنا هالامكانيه. حلو حلو حلو، احنا نشكرك على هاي المعلومات ونسال الله سبحانه وتعالى رزق والعافيه والصحه. اخذنا منك معلومات واكيد استفادينا منك. متابعينا الكرام فاصل واكيد مكملين، خليكم معنا. حلقتنا عن مهنة الصاير واكيد عندنا لقاء جديد وراح نحكي عن تفاصيل هاي المهنة معانو. السلام عليكم. عليكم السلام. شلونك استاذ؟ حياك يا هلا ومرحبا. الله يبارك فيك. بداية نريد نعرف ايش قصاغ لك بهاي المهنة وشلون تعلمت تفاصيلها؟ بسم الله، أنا صار لي بهاي المهنة الفعلية من 93. نعم. تعلمتها عن طريق خالي الله يرحمه. الله يرحمه. اللي هو كان أقدم صايغين بسوق النبي، هو واسماعيل ابو فارس وحج صباح. نعم.
هذول الثلاثه كانوا بسوق النبي. يعني انتم من اول ما بلشتوا شغلاتكم كنتم منطقه النبي ونس. نعم نعم نحن صياغ ونس. فتعلمنا مهنه يدويه، صناعه يدويه، بعدين تعلمنا بيع وشراء، تعلمنا اشكال امور يعني مهنه الصياغه، اعيار الذهب، نوع الذهب، مصدر الذهب، كل هاي الامور تعلمناها والحمد لله والشكر. الحمد لله. بدايه من كان يجيكم الذهب؟ من اي مناطق؟ يعني كنتم تشتغلونه من العالم؟ لو كان يجيكم مثل ما يقولون عباره عن قص تقصون قوالب، احكي لي عن هاي التفاصيل. هاي قبل كان يعني قبل كانوا يمول البنك المركزي على ما اظن، اني ما وعيت لهاي الفقره. بعدها قام يصيرون يعني معامل وشركات هي تصب الذهب وتوزع للصياغ. فتره من الفترات سيطرت بغداد على هذا الوضع. وحاليا الخليج. الخليج حاليا يعني هسه حاليا اغلب الذهب عجيبه مستورد. نعم مستورد، الصناعه اليدويه شبه انعدمت. ليش؟ ايش السبب؟ السبب بانه قوالب وامكانيات ما متوفره. قوالب وامكانيات. نعم قوالب يعني خلينا نقول اذا نقارن الذهب اللي عن اللي يصنعه الصايغ الموصلي ياخذ وقت اكثر مما اذا تجيبه جاهز من دول. نعم الخليج ياخذ وقت ويكلف عليك. هناك نحن شغلنا ما يعلى عليه صناعة الموصل بالذهب. فنحن نحتاج إلى يعني مكاين عملاقة مو مثل دبي، يعني اللي هم ناس مختصة صارت بهذا الشيء. يعني مركز عالمي للتسوق صار. طيب. من يصنع لك قطعة ما يصنع لك قطعة، يصنع لك آلاف القطع يوميا. حتى تصير عملية تسويق صحيحة. تسويق صحيح تصير. طيب أنت شنو يضمنك أو كمستهلك شنو يضمنه إنه هذا الذهب ما مخلوط أو ما بيفد أمور؟ سؤال جيد. هذا الذهب قبل 2020 كان ماكو جهاز مدينة الموصل. نعم. جهاز فحص الذهب. فأكو هواية تجار لعبوا بهذا الشيء. يعني استغلوا فرصة بهذا الوقت وبهاي الأثناء بأنه ماكو جهاز ولا أكو تقيس سيطرة نوعية. الحمد لله والشكر من بعد 2021 و22 بدأت تتحسن هاي الأمور. فهسا موجود التقيس والسيطرة النوعية، إن كان ذهب عراقي ينختم عند التقيس والسيطرة النوعية، وإن كان ذهب خليجي هم نختمه يوم التقيس والسيطرة النوعية. يعني خلينا نقول أكو حساب وكتاب في سبيل ما يصير عملية غش. نعم نعم والحمد لله والشكر هسا في وضع الذهب بالموصل جيد جدا. طيب شنو اللي يخلي هسا أنا كمستهلك شنو اللي يخليني أرجع لك من إنه بدون كل الصياغ الموجودين بالموصل؟ ليش مثلا أجي على مثلا على جنابك الكريم وأشتغل منك الذهب؟ والله هي تبقى هنا أولا شغلتنا نحن اقوى شغله ويا الله سبحانه وتعالى. نعم. هي اول شغله يرضى الله سبحانه وتعالى. نعم بالله. المصداقيه هي والشغل الزين هذا اللي يخلي الزبون يرجع ويتكرر ويروح ويجي دائما. نعم. هذا اللي الواقع يعني، والمعامله الجيده يعني فوق كل هذا. شغلتنا صعبه جدا. اي يعني ما اكو مثل ما يقولون غير فقط هذا الشيء انه تبقى شغله ذمه وضمير. نعم. وما كلهم عندهم هذا الجهاز اللي ذكرت لي هو مال. لا لا هذا ناس مختصه جابته حاليا بالموصل وموجود عند التقيس والسيطره النوعيه موجود. نعم. ونحن يا ريت نحصل ببيد التقيس والسيطره النوعيه فقط ما يكون عند الصياغ. حتى الكل تطمئن بهذا الشيء. طيب اكو عندكم مصطلحات كانت تستخدم في سوق النبي يونس وكذلك حتى في سوق الصياغ سابقا. نعم نعم. هاي المصطلحات ايش المراد بها؟ مصطلحات يعني نحن خلينا نقول تجاره قويه. يعني مرات يجينا مع احترامي لكل الناس الطيبه والخيره، مرات تجينا نسوان مثلا ايده طويله. فنحن صايغ ينبه صايغ بطريقه اللغه مالنا والكلام. نعم. اشارات عندنا يعني مثلا الدفشه كناشة هاي الامور يعني. فهاي صارت لغه بيناتنا. وهسه حاليا هاي المصطلحات يعني احنا خلينا نجيبها صارت معروفه عند الاغلب يعني بسبب الاغلب بسبب بعض الصياغ. نعم. قاموا يطرقوها للعالم جدا يعني، فهذا شيء غلط جدا. هذا يعني مهنه، هاي صنعه يعني. نحن من نقول هذا الكلام يعني نحن حفاظا لاسمنا وسمعتنا. نعم. هسه البديل لهذا الموضوع شنو هي؟ الكاميرات يمكن؟ نعم الكاميرات فضل من الله سبحانه وتعالى الحمد لله. اي كاميرا اي شخص يحاول كله إنه كله كله الحمد لله. فعمليه السرقه قلت جدا، عمليه الابتزاز كل شيء الحمد لله والشكر. انتم معرضين لهذا الموضوع يعني خصوصا قضيه السرقه لان نعم. شغلتكم حساسه جدا. مر علينا هوايه امور مر علينا. زين استاذ احكي لي، اتذكر الصياغ كان اول ما يشتغلون الا ما يسقطون قطعه قطعتين. نعم. انت اول ما اشتغلت ما سقطت قطعه قطعتين؟ والله هوايه سقطت. وهي التسقيطه ما ما بيها باب جواب يعني، يعني مصيبه. هو اول من تعلمنا نحن نجي نتعلم بالفضه. الفضة تصير سرته وقوية يعني حتى اللحيم صعب عليها جدا. نعم. فناخذ لنص للذهب، الذهب يصير خفيف المعدن وخفيف الذوبان يعني سريع الذوبان العفو مو مثل الفضة. نعم. فتعلمنا بالفضة وبعدين مارسناها بالذهب والحمد لله. فقلت لك اسرع صناعة اليدوية
خلينا نقول شبه معدومه الا ما ندر. انت اشتغلت بيدك اكيد. اشتغلت الحمد لله والشكر. اغلى قطعه اشتغلتها ايش تقريبا تكلفتها تتذكر ما تتذكر؟ يعني كوزن لو مبلغ؟ كمبلغ مو كوزن. لا والله مو نحن كان قبل الذهب يتراوح ثلاثينات اربعينات يعني كنا اشتغلت قطعه ب 15 16 مليون. نعم قطعه واحده ذهب يعني خلينا نقول محبس لو لا 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 كحجل حجل حجل وتعبت نعم. عليه انه اشتغلت بيدك نعم. من نقش نعم. من نعم. نعم زين النقاشين هي بنفسهم الصاغه يصير مرات صايغ او نقاش اختصاص واذا ما عنده خيل خبره يحوله الى نقاش يحوله الى نقاش نعم يحوله الى نقاش, إلى نقاش. إيه. وادوات النقش شنو بدائيه يعني لو... ادوات النقش كان قبل بدائيه هسه كله مكاين والحمد لله مكاين هسه كله مكاين كان قبل بدائيه يعني كان عندنا مفردات ذيل السمكه تشكوش وزومبا نسميها وتصير ذيل السمك هسه لا ماكينه نخلي ذابه وفره صار ذيل السمك صار اكو سهوله بالموضوع نعم جدا سهوله بالموضوع اها زين احكي لي اكو نقطه دائما يعني يشتكون منها خصوصا المقبلين على الزواج نعم. شنو سبب تذبذب سوق الذهب يعني مره صاعد مره نازل شنو السبب اسعار الذهب يعتمد على الاخبار العالميه اها نعم يعني الذهب ما له علاقه اي شيء محلي يعني الذهب سعره عالمي يعني حاله حال اي منطقه حاله حال الدولار تقريبا لا الدولار هم محلي نعتبره على العملة العراقية بس الذهب عالمي سوق عالمي يعني أي تذبذب بين آيس على الأخبار الموجودة أوكرانيا وروسيا هذا كله الدول العظمى تحول اقتصادها إلى ذهب بدال النفط فهذا يصير عليه إقبال وطلب يقولون الذهب تجارته ما خصغان يعني مرات مثلا أبسط شيء جداتنا كانوا قبل من تقول له والله جمعتوني مليونين ولا ابو يشتري لك ذهب هاي الذهب زينه وخزينه نعم زينه وخزينه ما هو حاليا نحن نقيس على هذا التضخم الموجود يعني يمكن اقول كلام قله يستوعبوا هذا الكلام ارخص شيء حاليا هو الذهب نقارنه بغير امور هوايه امور مثلا الذهب اشتريته بمليونين خليه يخسر 200 300 الف بس بساعه وقته مبيوع صح. وبساعه وقته مرجوعه فلوسه لك مو مثل غير حاجه سياره تخسر موبايل يخسر كله وتتعذب على المتبيعه اي صح يعني مو بساعه وقتها وبلحظتها الذهب لا سعره الذهب رحت انت بغير دوله بغير محافظه سريع البيع نعم. فالذهب ارخص شيء يعتبر اني بالنسبه لي كراي وعلى قولتنا زينه وخزينه زينه وخزينه نعم احنا نشكرك على هاي المعلومات يا اهلا وسهلا ربي يرزقك انت الصحه والعافيه حي الدوم الله يخليكم متابعينا الكرام خليكم معنا فاصل ونكملين حلقتنا لهذا اليوم كاملين حلقتنا عن سوق الصياغ وعن مهنة الصايغ وهاليوم التقينا بأحد كانوا موجودين في سوق الصياغ لكن اليوم تحول إلى منطقة النبي يونس راح نحكي على ذكريات وتفاصيله مع الصنعة ومع سوق الصياغ السلام عليكم عليكم السلام شلونك أستاذ؟ أهلا وسهلا بداية نتعرف على اسمك أنا عماد الحاج حسين علي البياتي والله والنعم من نعم البياتية نريد نعرف أشقى الصاغ لك بصنعة الصايغ والله احنا توارثناها الصنعه ابا عن جد كنا يعني من اطفال احنا نشتغل بها على الشغله تعلمناها من عند ابانا وورثناها يعني ناس عن ناس نعم وبقينا نشتغل بها لحد هاي
لحد هذا اليوم وعلمتوها للاجيال الجايه اكيد اولادك هسه عندنا اولادنا هسه عم يشتغلون الحمد لله شكر كلهم يشتغلون سيارة الحمد لله. زين الصنعه هذه من منو كسبتوها يعني ابهاتكم او اجدادكم من منو كسبها يعني ومنين تعلمتوها؟ هي ناس عن ناس اخذتها ناس من ابهاتهم ناس عن ناس توارثتها يعني شلون هسه مثل ما احنا هسه اولادنا صياغ اسع اولادنا يجون على الجيل الثاني هم يستلمون مكانهم وناس عن الناس تستلمون. زين عندك علم منو الصايغ الاول اللي اشتغل بالموصل؟ عندك معلومات عن هذا الشيء؟ منو اول صايغ بالموصل خلينا نقول؟ والله اول صايغ يعني كثير هم كانوا صياغ بس كلهم يعني الله يرحمهم توفوا من الصياغ القدامى ومن الاساتذه المضبوطين بالصياغه. فيعني كثير يعني من الصياغ الموجودين كانوا بذاك الوقت يشتغلون وناس استلمت من ناس يعني ناس استلمت من ناس. زين سوق الصياغ سابقا شلون كان وهل هو كان مركز لشراء الذهب في فتره معينه؟ والله سوق الصياغ كان يعني مركز مدينه الموصل يعني الصياغ ناس على الناس كان اللي يريد يشتري ذهب يجي على المركز يجي على سوق الصياغ واللي يريد له حاجه معينه يجي يوصي صياغ والصياغ القدامى كانوا يشتغلون بيديهم يعني بيديهم وبراش عندهم يشتغلون بها هسه اصبحت يعني هم مكاين ومستورد واجنبي فالصياغ القدامى اكثريتهم يعني شغل اختفوا خلينا شغل شغل بيدهم يعني يشتغلون بيدهم شغلات يدويه وشغلات هسه اكثر شيء يجي مستورد بالسوق يجي مستورد يجي مستورد ويجي شغلنا بس شغلنا ما مثل المستورد شغلنا امتن واحسن واقوى وعياراته اضبط المستورد يجي خفيف يعني نازوك وتجاري يعني شلون نقول سلعه تجاريه بس اشني اتوفي الغرض يعني اتمشي على غلاء الذهب على نسبه الشراء نسبه الان كل ايش قد تبيع لك قطعه شغل ايدي يعني مقارنه بالمستورد يعني انت تشتغل يعني خلينا نقول شغل ايدك اكيد اكيد نشتغل بيدينا والله اكو يعني ناس قدامى يفضلون شغل الايد يفضلون شغل القديم يفضلون هاي الناس هم بعد يعني تريد شغلات قديمه تريد يعني من تطورات متعوب الشغل متعوب عليه ويدوي وعملي وحسب مزاجهم حسب ما يريدون من نقشه وحسب القياس يعني اكو ناس ايد مثل ايد محبس او منفردات اكو كبير اكو صغير حسب القياس اللي يريدوه حسب الهاي يجي فيك ما مثل اللي مستورد المستورد اللي يجي جاهز خام جاهز زين قبل اشلون كان العالم يشتغل من عندكم انت كنت بسوق الصياغ احكي لي مثلا ايش قد كان من شخص يريد يتزوج ايش كان يشتغل كم مثقال واختلفت عن هسه؟ والله اكيد اختلفت عن هسه قبل يعني لو حتى ما كان يتزوج كانت الناس يعني تخزن الذهب يصير عنده كم فلس اشترى له حاجه ذهب وقت ما لا سمح الله يحتاج يرجع يبيع على الذهب يغطي الحاجه مالته هسه ما مثل لو هسه مرتفع الذهب يعني يا دوب الناس حت مال عرس مال معرفيه شغلات خفيفه حتسد الحاجه مالته حتسد الحاجه مالته زين قبل ايش قد كان سعر الذهب تقريبا يعني احكي لك على ايام قبل يعني ما كنا ارتفع هالارتفاع اللي هسه احنا ايامنا لا مستحيل كنا ارتفع والله هو ابتدى من احكي لك يعني احنا وعينا يعني الدنانير كانت دينار ونص ودينارين وثلاث دنانير وارتفعت شوي شوي صار ب 37 وصار بالدينار ايش كان يجيني ذهب يعني كان يجيني كان ذهب؟ يجي ذهب ايه كان يجي يعني حاجيات كان الناس تشتري محابس تشتري صاويت تشتري بس مو هذيك الكميه لان هم الدينار قليل ما مثل هسه على فلوس اكثر كميه اكثر وغلاء الذهب اكثر يبين زين ايش كانوا يوصوكم يعني اهل قبل من كانوا يجوكم خلينا نقول من كنت من سوق الصياغ اشني اكثر الشغلات اللي كانوا يوصوكم على عمله مثلا المنتشي لو المفردات المحابس والله اي شيء كان يخطر ببالهم ناس كنا نشتغله كان زي العربي كان الكلاب والدلاعه والمراود الحب الشعير والشغلات هذه واكو المدني كان المفردات المنتشي القرادين الحمص هاي والجراس هاي شغلات الموجوده القردانه هسه انقرضت ما حد يطلبها يمكن اكو قليل اكو ناس ترغب له بس قليل لان العجز بالزوجات يلبسوها ويتفاخرون بها القردانه مالتي جاب لي ابو الاولاد وكان تقيس يعني ايش قد تشكي بالذهب ايش قد هي انه هي كبيره هي وهي
فاشقد كان يحبه كان يجيب له ذهب اكثر وكان على قول شو اسمه هالقبر يقول لك يطمشه بالذهب يغرقه بالذهب بالضبط هاي كان مقياس المحبه او يوزنه بالذهب يوزنه بالذهب هسه مقياس المحبه صار لازم يفتله يطلعه يونس يشتغل ايفون بالضبط بالضبط اختلفت من اليوم للامس او ياخذه سفره او ياخذه ما اعرف ايش او يشتري له فد شيء رمزي يعني هديه شوفوا المحبه ايام قبل كانت يعني لها ثقله اللي يحبه يجيب له ذهب اي بالضبط بالضبط كان اهلي الاول يحبون الذهب يعني اكثر شيء يحبون الذهب ويكنزون الذهب كان من يحتاج يشتري له فرد بيت او يشتري له فرد او يزوج ابنه يبيع ذهب هاي يطلع الذهب اللي عنده تشوف قلت هذول تطلع الولقيه يعني تفتح المخدي خلي الذهب بالمخدي زين احكي لي اكو شغله همينه كلش حلوه انه اغلب الناس من تجي يشتري الذهب يبيع الذهب بس ما يعرف منين هذا الذهب هذا الذهب مين يجيبونه مين يعني خلينا نقول يلقطونه والله هو هذا الذهب عالميا يعني يجي مثل من الخارج عالميا يجي كسبائك وما اعرف ايش فالدوله كانت تبيع وتوزع من البنك يوزع للصياغ الصياغ كانت تشتغله بيديهم هسه ماكو بنك ينطي للصايغ كان قبل كل صايغ له حصه يستلم من البنك يستلم ربع كيلو نص كيلو حسب ويقعد يشتغل بيها ويتفنن على راحته يشتغل بيها ويوازنها ويبيع ويشتري بيها واكو يعني يصوغها ويتفنن بصياغتها نعم هسه لا هسه ماكو هسه الناس كلتها يشتري من هنا يبيع من هنا وهيك صيغه عباره عن تجاره فقط وليس الصناعه بالضبط وداخليه يعني مو مثل ما تطلع لي زين سوق الصياغ اشنو وضعيته هسه الحكومه ما عمرته ما رجعته اهل المحال والله هي عمرته الدوله تعبت عليه للسوق وهاي بس الناس قليلين هناك الناس قليلين وهم يفتقر الى اكو حاجيات يعني مثل شغلات السوق يعني تتكمل الناس ترجع تامن يرجع السوق ان شاء الله احسن من الاول زين انتم كصياغ ترجعون اذا رجع السوق هنوك ان شاء الله اكيد ليش ما نرجع ان شاء الله ذاك المركز المدينه هذاك ثقل الموصل ثقل هو المركز الذهب واللي يريد يشتري حاجه من هناك هناك سوق كله ايش تريد بينه طيب ايش تنصح مثلا يعني يريد يشتغل مثلا عنده ايش كم فلس تنصح انه يشتري ذهب ذهب ما تخسر ذهب ما كذا لو ما عندك هكذا نصيحه والله حاليا هسه الذهب مو مثل الاول الذهب هسه يوم يرتفع يوم ينزل فاللي عنده كم فلس يريد يستثمره يستفاد منه يجوز ياخذه مني انا وعلى حظه ينزل الذهب يعني ما استفاد شيء نعم. فإذا مثل الأول كان يستقر الذهب كانت الناس تشتري يعني خسارته كبيرة الذهب من ينباع وينشري لا لا شيء قليل شيء قليل رمزي شيء قليل يعني نعم. يعني حق اليد خلينا نقول أو فرقته 1,000-2,000 دينار ما أكثر نعم نعم نشكرك على هاي المعلومات أهلا وسهلا بك رب العالمين أنه يرزقك ويعطيك الصحة والعافية جميع إن شاء الله إن شاء الله جميع والله ينوركم إن شاء الله نحو الأحسن والأحسن جزاك الله أستاذ تحياتي لك 100 بكم متابعينا الكرام فاصل ومكملين حلقتنا لهذا اليوم حاليا احنا موجودين في صياغ ابن خروفة حتى نحكي على تفاصيل مهنة الصايغ السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته بداية نعرف المتابعين باسمك انا فراس عبد المنعم خروفة والله نعم منك نعم تحال اليوم نحن عن نحكي عن مهنة الصايغ انت من الجدود بهاي المهنة تمام اشخص صار لك من تعلمت تفاصيلها انا اللي هي المهنة اشخص صار يمنا انت والمهنة انا حاليا تقريبا صار يعني من وانا طفل أنا من الأطفال ننزل يعني عمري من خمس ست سنين نعم. وبدأنا نتعلم حاليا أنا تقريبا بال35-40 سنة ما شاء الله نعم كعائلة بيت خروفة صار لهم أكثر من 200 سنة بهاي المهنة نعم. يعني أنا خامس جد إلي هو صاير ما منقطع يعني ما منقطعين بأي جد أو والد من بالمهنة نعم. فعندك ميزان أبو خروفة ذكرته نعم. هو مثل مغلوب بالموسى بالدقة والعدل يعني على اي شغله ان كانت تنضرب تنضرب يقولوا انا يعني باللهجه العاميه خما ميزان بالخروفه خما عندي ميزان بالخروفه انا نعم. فالحمد لله والشكر على هاي النعمه اللي
يعني من الاجداد ان شاء الله محافظين عليها. بيت خروفه هم يعني اجدادنا هم كانوا كان لكل مهنه شيخ صنف، هم كانوا شيخ الصنف. وميزان ابو خروفه يعني كان شلون هسه بالوقت الحاضر موجود جهاز التقيس والسيطره النوعيه اللي هو يتابع ان كان على الذهب او غير الشغلات. فبالذهب هو كان الميزان الناس من تشتري ذهب، كانوا سيارة طبعا ما اكثر، وكان عندنا اكثر من يعني بيت خروفه كان عندهم اكثر من محل واكثر من شخص. وموجود كان باقي صيارهم كلهم خير وبركه الله يرحمهم. فكان من ينبع غرض من الزبون اي امراه او رجل يعني يشترون ذهب، فيقول له روح تشيكوا عندهم الخروفه، يجيبون عندهم الخروفه يوزنوا يتاكد من عياره يختم على الوصل اللي انه تشيك انه هذا تشيك اوكي صار شغلته مضبوطه. اذا كان حصل اختلاف لا سامح الله بقصد او بدون قصد يتعدل ويتبين بدون لا هذا جيراني ولا هذا صديق، ما يخافون هاي خوف من رب العالمين يعني. فهذا اكذ تمشي ان شاء الله انه هذا ايش يعني الفقره مال انه اذا صاير ما جاء عدل فيتبون خروفه هي من اللي يحكمون هي من اللي يفصلون بها. هو شيخ الصنف نعم، يعني شيخ الصنف هو طبعا كلمته مسموعه وانسان محترم. نعم. وكان اكو اخلاق وكان اكو يعني بكل مهنه، فهذا لازم شيخ الصنف يعني كان يفضى، كان حتى صار اشكالات بين الصيار بين هو يدخل ويحله، الشخص هو يدخل ويحله يعني. وحتى كان اكو ناس مثلا كان تعرضوا مثلا الى خسائر او سرقه لا سامح الله، كان يلم الكل يعني عن طريقه يلمون يرجعون هذا الشخص الى وضعه الطبيعي. قبل كانت يعني اكو كان كل شيء له كلمه ولا زين. هاي هي المهنه يعني اجدادك مين تعلموها؟ والله من يتعلموها صراحة ما أعرف يعني بالضبط، هي صار لها 200 سنة يعني. وحتى كان بالموصل إذا تعرف كانوا كل اليهود يعني بالعراق عامة بهذا كان اليهود كان يهودهم كانوا كان يعني مسيطرين على يعني ما قضية مسيطرين، موجود يهود وموجود مسلمين بس هم كانوا حرفيين يعني بوقتها كانوا زينين. وها يعني أقول لك يا شارل تقريبا أنا لعفو إنه أنا خامس جد إلي صار يعني هاي تقريبا حط لك كل واحد 40 سنه هي وصلت 200 سنه ما تلحق لا فهو اكثر من 200 سنه. زين محلاتكم اول ما فتحت بسوق الصياغ يعني كان عندكم محلاتكم لوين؟ سوق الصياغ طبعا يعرف سوق الصياغ اهل القبل يعرفون سوق الصياغ اللي يجي كان مدخل رئيسي من شارع النجفي يمكن يمشي مسافه تقريبا 60 70 متر ويتفرق يمين ويسار. هذا اصبح لي شارع عنينة واللي مقابل باب الصليح هو صياغ يعني بالوقت بالوقت السابق تعرف هو قبل كان الصياغ كان هذا جنب اليمين كان تكرم احنا نسميه بالعاميه فندرتشيه يعني صناعين احذيه ما بياعين كان كله صناعه هذا كان هالشكل. واليسار هم كان بخان خان يعني قبل كان على على الفرس وكان البغال ولا هذا كان بخان هنوك يخلون بينوف وبعدين شوي شوي سحف عليهم الصياغ ويعني بدوا يشتغلوا المحلات وكبروا هذا السوق. السوق ما كان بينه يعني فد يمكن 30 محل انا احكي لك يعني شويه قبل 100 سنه او 90 سنه 80 سنه. فهذا كان السوق الصياغ وكان حلو وخير وبركه. زين اليوم خلينا نحكي على مهنتكم بهاي الفتره. اليوم من يجي من يشتغل معميل او من يجي من عندك يقول لك يابا انا اجيك على ثقتك على اسمك تمام. زين الذهب ال 24 قراط او ال 24 غرام مثل ما يسمونه هو الذهب الصافي، هذا هو الذهب الصافي تمام. اليوم شنو اللي اختلف ما بين البيع والشراء وما بين الاسعار والتفاصيل؟ احكي لنا انت عن سر هذا الشيء. طبعا هو الذهب الذهب يكون الخام ما له عيار 24، والعيارات يعني المعتمده بالذهب اللي هي طبعا مقاييسه يعني هي عده مقاييس، هو ال 24 الذهب الخالص، ذهب ال 22، ذهب ال 21، ذهب ال 18، ذهب ال 16، ذهب ال 14، عيار 12، هذول العيارات. احنا بالعراق عندنا اكثر شيء سابقا كانوا يرغبون ال 22 وال 21، هسه حاليا بس ال 21، 18 دخل بموديلات يعني خاصه بالايطاليه والهذا، واكو بعض المناطق بالموصل ما هو قد يرغبون ال 21، عيار 18 واللي هو العيار ال 21 يكون السندر. طبعا هذا عيار ال 24 يخلط معانه نحاس حتى ينزل العيار بس بمقدار يعني شغله يعني كل شيء بمقدار انه لا ازيد ولا اقل حتى يكون هذا العيار 21 لا صار ازيد ولا اقل او عيار الاقل او الاقل فكله بمقاييس لازم تكون ثابته وهذا دقيقة جدا. هو ذكرت لي دقيقه جدا اللي يلعب دور في المصداقيه هو السمعه تمام واكيد
الضمير يعني. اذا ما عندي ضمير كل شيء يقام الضمير ومخافه الله والاخلاق. نعم زين، احكي لي عن فقره الذهب هاليوم اللي اختلف الموديلات، وجدتك المستورده مستورد. عالم تخافت قال لك والله انا ما اريد اشتغل مستورد، اريد ذهب عراقي قابل هو لقونه بالعراق. احكي لي على هاي النقطه، الذهب العراقي والمستورد. طبعا قبل دخل المستورد اكثر شيء بعد سنه 2003 بدا يعني صار انفتاح شويه الخليجي، وهذا كان موجود بس بقله يعني. دخل الخليجي، من دخل الخليجي موديلاته شويه يعني خلينا نقول بدت تدخل خليجي يعني، دخلت لك موديلات همين هي من غير حضارات يعني من الدول العربيه الخليجي يعني مثلا او ايطاليا او هذا، فاصبح انه اكو موديلات حديثه يعني بالمكاين عفوا تنشغل. طبعا هاي طبعا كلها هاي مكاين واجهزه كلهم اكثروا مكان وبينوا شغل يدوي. فدخلت فالناس بدت ترغب الخليجي يعني، موديلاته صارت جديده يعني، كملت الموديلات العراقيه تكون شويه محدوده. يعني صار تغيير على الخليجي 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 الخليجي، وبدا شغلاته هي عندهم تقنيات بالنسبه بالصناعه مالتهم يعني اقوى من الصناعه من اليدويه واللي موجود عندنا المكاين. احنا تعرف يعني فتره يعني بلدهم كان مقطوع عن كثير وكذا كله اثرت عليهم حصار وما اعرف يعني، احنا صعدنا تاخير بهذا الشيء. وهذا كان سبب من الاسباب، فصار اتجاه للجوء اكثر للخليجي. عراقي باقي اكو ناس يعني تريده بس ما كلش، اكثر شيء يعني موديلات محدده والكبار بالعمر هم يحبون يعني ذوقهم هذا القديم القديم. اما كان عنده والقردانه والمخبز اما كان عنده والبيستير السمكي اما كان عنده وباعته او كان عند امه وهي يعجبها يعني هسه يكون عنده. هاي السوالف موديلاته حلوه، هي طبعا شغله يدوي. اذا تجي انت ما بالعراق تقيس اي شغله برا، شغل الهاند ماد يسمونه يعني اليدوي اغلى من الصناعه يعني متعوب يعني. هذا انسان بينه يعني بينه روح شخص اشتغله واشتغله خصيصا لك يعني مثلا على التصور، فهذا يعني له قيمه اعلى من زين. هسه اليوم هذا اللي قدامي هذا كله مستورد، شلون اسعارهم يعني؟ هسه حاليا اكو ارتفاع مثل ما يقولون هذا، خلينا نخشع همين يا ريت همين نخشع تفاصيلهم. هذا كله مال المكاين صح؟ هذا كله مكاين طبعا، يعني مكاين خليجيه. مثلا الذهب الابيض يسمى، هو طبعا ماكو ذهب ابيض، هو الذهب كله اصفر بس هذا رسمي يعني طلبت يعني. هذا هم ذهب هذا؟ هذا ذهب، هذا اصفر، هذا حاله حال هذا بس هذا ماده روديوم، ماده اسمها روديوم. طبعا هم ماده يعني غالي ولها ثمن غالي، يصير بها مثل عمليه طلاء طبقه فوق الذهب يصير ابيض. هسه هذا حاليا نقدر يعني خلال خمس دقائق رجع اصفر مثل يرجع اصفر وما اكو ابيض. نعم نعم هذا نفس الحاله. هذا همينا هذا ذهب، هذا ايضا مال الخليج خلينا نقول كله ذهب. طبعا الخليج تسميه خليجي عامه بس هو طبعا بينه موديلات وبينه براندات. اكثر الدول اللي تورد للعراق هي اي دوله؟ هو كمركز يعني لي قبل تقريبا خمس سنين كانت دبي. دبي دبي مركز يعني مركز سوق العالمي مال الذهب يعني، جميع الشركات اللي بالعالم هي فاتحه مكاتب بدبي والتجار المفرد من كامل العراق الى الدوله هذا. تركيا همين اصبحت يعني شويه تركيا همين خلينا نقول اكثر شيء حاليا هو دول الخليج اللي عم تورد للعراق. خلينا نقول المستهلك هسه من عايش هاي الاسعار، احكي لي على اقبال الناس مثل ما يقولون من عايشتغون، اكو اقبال وخصوصا انه انتم لكم سمعه كبيره جدا، فبالتالي يمكن يجوكم من خارج المحافظات. يعني انا بالنسبه لي يمكن هذا كل شهر يعني هذا الشهر وقبله وقبله دائما يعني احكي لك الوقت القريب تعرف العراق عندنا صار من موصل صعدنا مغتربين يعني خارج. نعم بس حتى سيتذكرون المحل كثير يجونا من هذا، مرات تجيني توصيات عن طريق الصفحه او عن طريق هذا انه اشتغل لهم فلان شغلات، يحبون اكثرهم يحبون الشغلات اليدويه القديمه اللي طالعين يعني تعرف يحنون على حن ايامهم حن بذاك الوقت يعني اللي هو كان ساكن بالعراق، وقلت له انه شغلت هذا. فكثير عندنا توصيات من خارج العراق. احنا نشكرك على هاي المعلومات ونسال رب العالمين انه يوفقك فعليا. احنا فرحنا انه اكو شيء يذكرنا بالماضي، لان دائما من نجي على البيوتات القديمه ولحد هاي اللحظه محافظين على مهنتهم، فهذا شرف مهنه زائدا فخر انه الشخص يحافظ على هذا الشيء. تحياتي لك. بس اذا اضيف لكم مجال يعني فائده للعالم. نعم. انه حاليا ظهرت هاي تقريبا الست سبع سنين انه شغله انه الشخص من يريد يبيع او يشتري يقول لك بشخص سعر الذهب العراقي والخليجي. نعم. طبعا الاختلاف الوحيد اللي هو موجود كان بس هاي ظهرت هاي السالفه انه اختلاف فقط في سعرة الاجره، سعرة الاجره العراقي تكون اقل من الخليجي، الخليجي اغلى. طبعا الخليجي بينه براندات ما انه يعني سعر واحد، يعني عندك هسه حاليا خليجي عندك اكو من 6 يعني مثل 6 دولارات يعني مثلا خلينا نقول بالعراق من 9000 دينار لل 25000 دينار سعر الغرام الواحد، اكو براندات ايطاليه واكثر شيء هو الايطالي المرغوب.
هون صار انه السعر بيش مثلا تريد تبيع نشتري العراقي بهالقد ونبيع الخليجي بهالقد. هون ماكو، هون قبل شوي بدايه الحديث ذكرنا انه عيار 24 عيار 21 طبعا هو ذهب الله خلقه، ماكو ذهب يصنع ما حصل عبد العراق وذهب بالهذا حتى هذا قوس صناعته تختلف الصياغه تختلف بيها مجال. لكن الغش اللي حصل خاصة يعني هاي من 2016 هو موجود كان بس كثر يعني بهاي الفترة اللي شوية رقابة ما كان أكل يعني بهذا صار غش كثير. فمن من من يعني الزبون يجي كناخذ ذهب عراقي من بعض المحلات وبعض هذا راح يشوف إنه عيار نازل فراح يكون السعر أقل. يعني لو مثلا نشتري غرام ب 104,000 دينار الواحد وعشرين ما الخليجي والعراقي. بس حاليا هسه انجبرنا نقول الخليجي العراقي لان العراقي حشر طيبين انه اكو كثير غشونه فاحنا ناخذ نسبه الذهب الموجود. يعني من نجي ما لنا شغل بالصياغه يعني قلنا 21 من نجي نفحصه هو كان عمل عيار 19 و 27 فاحنا ناخذ على نسبه الذهب اللي موجود فهذا اصبح الاختلاف. فهذا انا يعني خلي الناس تنتبه عليه انه ما اكو عراقي وخليجي بالذهب بالصياغه اكو بالذهب ما اكو. اذا اكو اختلاف اذا انت تعرفين صاريك كنت اخذتي منه ذهب باكي 21 فياخذه بسعر 21 لا يقلك خليجي ولا عراق. صح نشكرك على هاي المعلومه يعني جدا مهمه حتى تفطن النسوان على هاي القضيه. شكرا جزيلا لك استاذ العزيز ربي يبارك فيك. شرفتنا. تسلم لي متابعينا. فاصل ونكملين حلقتنا لهذا اليوم خليكم معنا. حلقتنا عن مهنة الصايغ وحاليا التقينا بالدكتور علي شيت الحياني دكتوراه في التاريخ. راح نحكي عن تاريخ مهنة الصياغة اكيد معانا. السلام عليكم. عليكم السلام. شلونك دكتور؟ حياك الله. شلونك؟ الله يبارك فيك. اليوم نحن عم نحكي عن مهنة قديمة جدا في مدينة الموصل. احكي لنا عن تاريخها ومن اول من بدأ بها اذا عندك معلومات. بالنسبة لمهنة الصياغة هي من المهن القديمة في العراق بشكل عام. نعم. وهذا ما دلت عليه المكتشفات الأثرية خاصة في المقبرة الملكية في أور. حضرتك يمكن سامع بها. نعم نعم. لأن هذه المقبرة من أهم الاكتشافات في القرن العشرين بعد مقبرة توت عنخ آمون. هذه المقبرة عثر بها على كمياتها يعني كمية كبيرة من الحلي والمجوهرات تعود يعني لثلاث آلاف سنة أو 2000 سنة قبل الميلاد لإحدى الملكات السومريات. يعني احتوت على مجموعة من الحلي والمصوغات الذهبية النادرة والفريدة ذات البراعة في صياغتها. يعني هذه لما تشوف هذه الحلي موجودة معروضة في كل وسائل التواصل خاصة على جوجل. نعم. هذه تظهر مدى البراعة ومدى المهنية والخبرة التي امتلكها الصناعة والصياغ في ذلك الوقت. هذا ما يدل على أن المهنة هذه يعني انا لا يعني لا ابالغ اذا قلت يعني هذا اساس هذه المهنه او بدايه ظهور هذه المهنه في العراق. نعم. حقيقه. وكانت مصر ايضا موجوده بها هذه يعني مهنه صياغه الحلي والمجوهرات بشكل عام. يعني المساله لا تقتصر على الذهب بالنسبه للملوك يعني كانت. نعم هي خاصه بالنخبه بالفئه الحاكمه. نعم. وتعرف الذهب والمجوهرات اشياء غاليه وثمينه في كل وقت في ذلك الوقت والان. يعني الآن الذهب يظن يقتصر على العوائل الثرية والناس الميسورة الحال. بالنسبة احنا للعراق عندنا المقبرة الملكية في أور مثل ما ذكرت لحضرتك. بالموصل تعرف الموصل هي وريثة الحضارة الأشورية كما تعلم. والحضارة الأشورية حضارة عريقة بكل نواحي وبكل مجالات الحياة يعني في الزراعة والصناعة والتجارة والفن والمبادرين في كل شيء. نعم كان يعني هذا الشيء معروف والمصادر والآثار تتحدث. طيب. عندنا أهم مكتشف في يعني في مدينة الموصل اللي نعتبره في مدينة الموصل على اعتبار أن النمرود تابع لمدينة الموصل مقبرة الملكية في نمرود اكتشفت عام 1989 فيما عرف فيما بعد كنز نمرود. هذا الكنز يعني حقيقة كثير من المعلومات غامضة فيما يتعلق بهذا الكنز وصار تكتيم
عن هذا يعني هذا الكنز لما أثر عليه يعني في ذلك الوقت في عام 1989. متى بدأت تظهر الصور؟ بعد الاحتلال الأمريكي للعراق، عندما دخلوا إلى البنك المركزي، دخلوا إلى السرداب وعثروا على، من ضمن ما عثروا، عثروا على كنز نمرود. كنز نمرود يمكن أعتقد كمية يعني وزن المجوهرات أو الذهب اللي في هذا هاي المجموعة من الذهب تقدر بحلاوة حوالي 50 إلى 60 كيلوغرام من الذهب. الآن لو دخلت إلى جوجل وكتبت يعني بحثت تحت مسمى كنز نمرود راح أشوف الإبهار والإبداع في هذا الكنز، في صياغة الذهب، في صياغة الذهب والمجوهرات. هو الذهب كان لملكتين آشوريتين، عثر على قبرهما في قصر الملك ناصر بال آشور ناصر بال الثاني اللي هو المؤسس الثاني لمدينة نمرود الأثرية. فهذا دليل يعني دليل قطعي وجازم بأن الصياغة هي مهنة أوجدها العراقيين، يعني لا فضل لأحد بهذا الشيء، بل بالعكس الأمم الأخرى تأثرت بهذا الإبداع وهي من تعلمت هذا الموضوع. نعم. طيب نتكلم عن، أنت ذكرت لي الصياغة بصورة عامة في مدينة الموصل، هناك قاول تقول بأن اليهود هم أول من بدأوا بهذه المهنة. اليهود متى جاءوا إلى العراق؟ جاءوا 722 قبل الميلاد. نعم. السبي البابلي والآشوري الأول. أول دخول لهم في السبي الآشوري عام 722 قبل الميلاد، عندما جاء بهم من فلسطين إلى العراق والموصل، يعني من ضمنها الموصل في ذلك الوقت. المقبرة الملكية، كنوز المقبرة الملكية ترجع إلى 100 سنة قبل مجيء اليهود. يعني ما كان أكو يهود بهذا الوقت. ما كان يهود، يعني الصياغ كانوا عراقيين آشوريين وموجودين ويعملون، لكن اليهود بسبب يعني حرفيتهم ومهنيتهم في هذه المهنة ومصادرهم تقول أنه إحنا أوجدناها. يعني المصادر العبرية هي اللي تقول أنه يعني نحن اليهود من أوجدنا هذه المهنة. ليش؟ لأن المسلمين كانوا يثقون يعني بالصياغ اليهود من ناحية العمل، من ناحية العمل وحتى من ناحية الثقة. بصراحة يعني مثل ما اليهود كانوا مشهورين مثلا بالذبح، ذبح يعني بيع اللحوم، هم يعني كانوا يمكن ميسورين حال، فبالتالي هم عندهم هذه. لا، هي بالنسبة ليهود الموصل، احنا بالتعداد 48 العدد كان 6000 يهودي بالموصل تحديدا. احنا ذاك الوقت الموصل كانت لواء تشمل عقرة والشيخان وزاخ ودهور، لكن حديثنا عن مدينة الموصل تعدادهم في ذلك الوقت لا يتجاوز 6000. برع عديد منهم او كثير منهم اشتهر بمهنة او حرفة الصياغة. يعني يعني ما 50 أو 100 اسم، يعني ما أنا عندي حاليا تقريبا يمكن 70 اسم صياغ يهود. هم اشتهروا بمهنتي العطارة والصياغة، معروف عنهم. يعني هسه تروح تسأل أي شخص معاصر يقول لك اليهود اشتهروا بهاتين المهنتين، العطارة والصياغة. إيه كانوا يعني كانوا ناس يعني عندهم أولا يعني مختصرة هي على الناس الأثرياء، تعرف الذهب. ما كل واحد يجي يشتغل بالذهب، الذهب يريد أموال ويريد تمويل ويريد. المسألة الثانية كان عندهم طرق في جلب الذهب والفضة أيضا، يعني الفضة بالدرجة الثانية. الفضة كان يشتريها يعني الناس الأقل إمكانية ويعني وأضعف حال من الفئة الميسرة. كان عندهم طرق في خاصة الفضة، كان عندهم طرق في استخراج الفضة، كانوا يجلبون الرمل. يعني أنا ذكروا لي ناس هذا الشيء يعني معاصرين، كانوا يجلبون نوع من الرمل من شمال العراق وبطريقة ما يعني لم يعرفها أحد، كانوا يستخرجون الفضة من هذا الرمل، وفضة يعني كمادة خام ويصنعون منها الأواني والحاجيات. أما الذهب كانوا يستوردون المادة الخام، يعني كان أكو ذهب في ذلك الوقت مشهور يسمى ذهب روتشيلد. هذا كان يستورد منين؟ من بريطانيا، نسبة إلى عائلة روتشيلد اليهودية الثرية. هذه المادة الخام كانت تأتي من هذه المنطقة. أيضاً علاقاتهم كانوا يجيبوها، يعني خلينا نقول. لا، هي تجارة، تعرف هاي تجارة. يعني كل دولة اشتهرت بما، يعني مثل إحنا بالعراق مشتهر بالنفط مثلاً. الذهب كان في ذلك الوقت بريطانيا، المكسيك، الفضة كانت من الهند، تأتي من الهند، تأتي على شكل سبائك، وهم يحاولون يعني إذابتها وعملها. نعم، هي تمر بمراحل حتى تصل إلى
مرحله يعني الانتاج الحلو. دكتور حسب ما ذكرت لي عندك صور للاعمال خلينا نسميها المصوغات اللي كانت تعمل في تلك الفتره. نعم خلينا نشوفها او خلينا نشوف المتابعين. نعم هذه مجموعه من الصور عثرت عليها طبعا. هاي فضه استثناء هذه هاي فضه. نعم هذول هاي هذه نحاس تركها. هاي فضه ايضا هاي فضه. عندك هاي فضه هذه ايضا فضه هاي من حتى هذه اسم الشخص اليهودي اسرائيل يعني. نعم نعم اسرائيل يوشوع. نعم ايه. اسرائيل هذه ذهب هذه الحلي الذهبيه. نعم نعم هاي ايضا موجوده في كتابك انت يعني. لا هاي ما نشرتها هاي عثرت عليها بعد ما انجزت الاطروح. نعم عثرت على هذه يعني هذه الصور. وهذه هاي الاواني طبعا هاي عثرت عليها اواني موجوده عند اصحابها يعني بس انا صورتها. مثل هذه هذا مطعم نشوف مطعم مكفته بالذهب. بالذهب سابقا كانوا يشتغلون عمل يدوي قصة يشتغل داخل محله عمل يدوي أو بالورش فحاليا أكثر مستورد الذهب مثل خليجي إيطالي بحريني فمن عدة دول تركي. طيب عندك صاير معين لحد هسه تشتري منه الذهب يعني تثق بينه فتجي تشتري منه الذهب؟ نعم أكو عدة صياغة تشتري من عنده الذهب وأهم شيء طبعا إذا أنت تريد الثق بصايغ تأخذ منه وصل فهذا أقوى دليل لك. طيب مختوم اهم شيء الذهب مرسوم. نعم. نعم ارتفاع الذهب حاليا. نعم ارتفاع الذهب. نعم ارتفاع الذهب اثر على المواطن يعني بشكل عام لان اكثر المواطن الذهب صاعد ما يقدر يشتري يعني امكانيته ضعيفه فامكانيته ضعيفة وخاصه هسه حاليا بسبب شنو الاونصه صاعده والورق صاعد فاثر خصوصا على المجتمع عامه فلو الورق على 132 طبعا اكيد ينزل. طيب هذا الشيء اثر وخلى كثير من من الشباب ما يتزوجون او يسببون اكيد. نعم الزواج. نعم اكيد. شنو انت كمواطن شنو توصي او شنو تقول للاهالي اللي يخصهم مثل ما اقول لك اللي يتزوج شنو توصيهم؟ والله الاهالي يعني طبعا اللي يخطب منهم واهم شيء مثل ما يقول اهم شيء يدور على اخلاقه الشخص واذا يعني يتساهل ويا مثلا اللي يطلب 15 يطلب 7 واللي عاش يقلل بالمهر شوية حتى المواطن يقدر يشتري ذهب والصايغ هم يقدر يبيع ويصير تداول هيك يعني ان السوق يقوى يعني يصير حركة عامة بس انما الحركة شوية يعني تقريبا شوفه واقفة بسبب صعود الذهب. اكيد طبعا بسبب صعود الذهب. زين تتمنون او عندكم مطالبة انه يرجع السوق القديم هذاك؟ اكيد نعم هذاك السوق مثل ما يقولون اقدم سوق هو بالموصل. إذا رجع عندكم مثلا كمواطنين راح تروحون تشترون منه؟ أكيد إن شاء الله طبعا كمواطن كصايغ هناك يعني مجمع كامل يعني يرتاح نفسيا ويكيف إذا يرجع هناك السوق عامة. شكرا جزيلا. عفوا أهلا وسهلا. حكيناكم على تفاصيل مهنة الصايغ والتقينا بأكثر من صايغ من صياغ مدينة الموصل وحكينا على تاريخ سوق الصياغ هذا السوق القديم جدا اللي على أمل أنه يرجع هذا السوق وعلى أمل أنه نخشع الحركة بينه بعد كل ما صار بينه خلال هذه السنوات. انتظرونا التفاصيل حلقة جديدة ومهنة جديدة راح نحكي عليها أكيد لكن قبل ما أودعكم أنقل لكم تحيات كادر العمل وتحياتي أنا محدثكم محمد البكري إلى أن ألقاكم في أمان الله.